هيدي كلها امور عم يقرا فيها الاي اي الحاله مثل ما هي عم بتصير بالمباراه. بنشوف اللاعب كم مره نط وقديش في كونتاكت على اللاعب. عندك شي لايك 10 كاميراز بيلحقوا بيعملوا موشن ديتكشن للطابي. عملوا السيناريو اجين لعبوه بالهوك اي وبين 4 اوت اوف 5 كولز لصالح سيرينا. تكنولوجي بتقرا اذا مثلا فور اكزامبل صار هدف او ما فات هدف اوف سايد او مش اوف سايد. تشيل انت الهيومن تاتش وخلطت الهيومن يعني راحت هيدا الشيء اللي بتعلمنا عليه. كمان هيدا رح يحسن موضوع البرفورمانس تبع فريقك والاندفجوال كمان.